في المي الفايضة كلها فايتة على البيت عندك، وهاي المشكلة صارت لازمك فترة كبيرة كيف أنا نحن بنعرف. نعم. شو بتحب تقولنا شو عم بيصير؟ اللي عمله بصير انه كل هذا الوضع اللي انت شايفه هو نتيجة للعمل اللي قاموا فيه هون بناء بيت الشعب. لما بنوا بيت الشعب في زمانه لما قرروا يبنوه، احنا عرضنا فكرة، وكانت هاي احد الاسباب اللي احنا خلتنا نعرض الفكرة. وهن بيعرفوا حق المعرفة بانه بمجرد انه رفعوا الحيطان ورفعوا مسطح الارض عندهم هناك، فكل المي بفوت علينا. وسبق وقعدنا مع الرئيس وشرحنا له السنة اللي فاتت، او بالاحرى هاي السنة في شهر 3، وشرحنا له الوضع، ووعد انه في خلال ايام او اسابيع راح تنحل المشكلة، ولكن لا حياة لمن تنادي. الظاهر انه هن عملهم بيعاملوني معاملة عقاب، لاني انا سبق وعرضت فكرة بناء بيت الشعب. وانا بدي اقول لهم، وهذا الحكي قلته قبل وبدي ارجع اقول له اياه كمان مرة، اذا غدت بكم قدرتكم على ظلم الاخرين تذكروا انه قدرة الله عليكم، واحنا موكلين الله فيكم. ولا صار عندنا اليوم هذا ضرر اللي مش حتى لو دفعوا مهما دفعوا بكفي، انه احنا عملنا نقطة تحت الشتاء زي ما انت شايف، انا والمرأة والاولاد والجيران، وعملنا بنسخن من وراء هاي الاشياء اللي عمالها بتصير معنا. فمهما دفعوا ومهما اعطوا هذا مش راح يرد لنا، زي ما بقولوا في العبراني عقمتها نفش، احنا تاخذنيش اذا فوتنا كمان في اللغه العبريه. احنا تلفنا للمجلس وفيش ولا حدا اجى ساعد لسه، ولا حدا تلفنتوا، ولا حدا اجى لعنا، ولا حدا سالنا شو مالكم، تلفنا وبعثنا لهم ولا حدا ساعدنا بالمره. وهن بيعرفوا شو المشكله، وهن قالوا بدناش نعمل لهم عمليا. هاي المشكله انحلت على زمن لما كان الدكتور رمزي رئيس المجلس، فاضت علينا المي هون، فاجا الاخ سامي المقلدي كان هو القائم باعمال الرئيس او المسؤول عن البنيه التحتيه في القريه، وشاف انه الحيط الموجود هون اذا انكسر فبتنحل المشكله. وبالفعل انحلت المشكله لحد ما رجعوا واشتغلوا ورجعوا بنوا الحيط كمان مره وعرفوا. وكان المهندس هون وكان الشيخ علي ابن ابو منير جمال كانوا مع بعض هون لما فاضت علينا المي قبل سنتين، وهن بنفسهم قالوا انه الحل راح يكون انه راح نهد الحيط مره ثانيه ونعمل هون مجرى لكل المي، ولكن لا حياه لمن تنادي. فكما مره بقول انا ظاهر انه معاملتهم معنا هي معامله عقاب، والله يسامحهم واحنا موكلين الله فيهم. هذا هو، هذا اكثر من هيك شو بدي اقول. اسمي مرت فريد محمود بقول اذا الاخ يوئل بده يعاقبنا انه بدوش يعملنا نكوزيم اللي هو قرر بدوش يعمل لدار فريد محمود، بس نكوزيم احنا بنقول له لا، يوئل اللي قرر مش كرمل. كرمل حط ايده على صدره وقال انا بدي اعمل نكوزيم وانا بدور لحم البعيات. اجى يوئل بقول له عند دار فريد محمود ما عملش نكوزيم، نقطه. قول له ضربه للاخ يوئل وان شاء الله بصير خير ان شاء الله. قبل عده ايام لابلقي انا عندي ورقه هون اللي فيها تحذير على طلب اني ادفع رسوم الارنونه. لمين بدي، علاش بدي ادفع الارنونه؟ على اي خدمات؟ يعني انا ما بديش احكي بس على كل شيء بصير، بدي احكي بس على هاي النقطه بالذات. اللي بتفوت عليه المي كل ما شتت الدنيا، وقبل 3 اسابيع الساعه 2 وجه النهار احنا طلعنا لبرا فتحنا الكوزين. اللي بتفوت عليه المي كل ما شتت الدنيا، على اي ارنونه انتم عم بتطلبوه؟ على ايش؟ على اي، على المي اللي عماله بتفوت لعنده؟ ما عادش في مستحق. اعطي خدمات، اعمل حل لي مشكلتي، والله ادفع لك على اخر قرش، بس حل لي مشكلتي اللي انا عمالي بعاني منها من يوم ما بنيته بيت الشعب وبيعرفوا حق المعرفه. فانا بقول له يعني الارنونه كل قرش بيطلع علي بدي ادفعه، ولكن بدايه حل لي مشكلتي بعدين طالبني في الارنونه وحط لي ورق تحذير.